مردود الحين ها اني المركز ماجد يعلنها اللي يبغى يزاحم يزاحم والله يوفق ما يقدح ما يقول يا سلام يا سلام لا انا احتاج انك تعيد التذكير ثاني مره لان الصوت يقطع التذكير لكن ماجد ايش تقول يا ماجد اقول المركز الاول مشروب الفنجان تصريح ان المركز الاول مشروب الفنجان مشروب الفنجان نعم وعوايد من هيب جداي كفو 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 ان شاء الله ماجد يقول الاول مشروب فنجاله عوايد ما هي جدايد كفو ما اقول شيء لكن نقول انا اللي اعرف ان المركز الاول دون الرياجيل ثاني تركبها تقول عندنا ما هو طالع ونشوف السلام الرياجيل يا ابو عبد الله ابو عبد الله كيف الحال؟ يا هلا طيب الله يحييك انا خليك استريح زين يلا حبيبي انا بغيت اجيك امس بالاسطبل والله يا حبيبي شو الامور؟ استريح ابو سيف ابو عبد الله يا مرحبا سم تسلم يا سيف خلاص يا ماجد لا باقي ما حد محزن هين وبايت احزن باللي يرد القوم جد كفو انا معتنز على لا كفو كفو قولوا فعل قولوا فعل ونخو اسلم يا سيف الله يمسيك بالخير نسيت برضا اجازه ممتعه وسعيده علينا وعليكم. الشيء الثاني انا اخذوها احد من اخوياي المركز الاول فهو يستاهل. الله يحييه. ولكن الله يحييه. مرحبا يا هلا. اي يا سيف. اقول ان اخذ المركز الاول احد اخواني فهو يستاهل. ولكن الوعد عند المنصه. يا سلام. الله. يا سلام. الله الله. يا سلام عاد ترى باقي قطعه ايام وفيه كذا براي ما ادري عاد من يطيش تقول يا اسامه ما ادري الله يستر منها لا تقول بر انا وسلمنا طيب اسامه وش تقول؟ ان حد اخذها من اخويا هذول اول من بحذف غترته اسامه بن عوض كفو والله اني صادق يا سلام وجعل فيها العافيه اللي جا اللي احرقت روحه هو ناموس واحد لكن قد قالها هضبان من حصل شيء يستاهل نعم نعم لكن ابو عبد الله المراكز لكن ابو عبد الله بجيك لكن ابو عبد الله تجول هنا يا سلام يا سلام يا سلام خلاص ماجد بداها قال المركز الاول مشروب فنجاله كملها سيف قال الوعد لا التقينا في المنصه كيف هو الاول بيوخذ مشروب فنجاله صحيح ها بس عند من؟ من الفنجال من اللي بيشربه؟ ها عليكم السلام مرحبا ابو مراد يا هلا يعني احنا هو مشروب فنجان بس ما ادري من اللي بيشربه عنده هذا الفنجان يا ابو يا سلام والله شباب متحمسين ابو طلال وش تقول؟ اقول انا التصريحات ما احبها لكن لنا ايش؟ لقاء في يوم التشييع لنا الافعال ولهم بعض الاحكام نعم لا ما من حقه من حقه لهم من حقه لهم من حقه لهم من الفعل ان شاء الله لا لا حقك حقي وانا على تصريح هذا تصريحي نعم ليش نعم والله يكتب لنا اللي فيه خير وخير يوفقنا جميعا كل ابونا ان شاء الله في الاول والله ان كلكم غاليين لبك اخذها واحد منكم انا خابرك ان كلكم اخذتوها لكن يعني الموضوع هو الحماس يعني حماس انا دائما برامج صرح وصرح شوف شوف ابو التصريحات حلوه جدا تمام والتصريح تراه يدفعك ويدفع جمهورك ويدفع اللي وراك انهم يدون يدفع فرق دعمك انهم يبذلون اكثر من الجهد شوف التنافس في برامج الواقع تنافس شريف وواضح ونزيه ما فيها شيء انا يمكن يزعلني احيانا اللي يجي وميت عزوم اخوياه شفت اللي يجي يقول انا اتحداكم فهمت علي تراه يرفع من عزمه وعزم اخوياه صحيح فهمت علي لكن اللي يجي يموت عزومهم هذا شيء يزعل تقصد ان فيصل موت عزوم اخوياه فيصل فيصل لا فيصل يقول الوعد الوعد عند المنصه لا التقينا يا سلام يقول لهم نبي نشوف مرحبا نايف السلام السلام قولها قولها وتنوشنا اليوم يا حبيبي يعني ترى يلمح للنقاط يا ابو عبد الله اي عاد النقاط هذه عند الجمهور كل افتح مايكك اول يا نايف ابى اجيك يا خالد معيش بس عشان امسي السلام محمد العويسي تجليت في حفله التاسيس ولا هي اصولا باقي اخوانك لكن كان حضورك جميل الله يطول اعماركم انا واحد من 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 الشباب اللي غايتنا نجاح اللمسيه ونجاح الحفل ومشاركين الفرحه انا من اسعد الاوقات والله انها امس اللي قبل امس ان يكون مشارك ومن ضمن الشباب اللي موجودين في البزنس اثنين يا سلام وصادفت هذا اليوم ولله الحمد الشباب كلهم ما قصروا وانا عندهم ان شاء الله ان على الخير وعلى اللي ماله يا سلام ايش تقول المركز الاول المركز الاول السنه
المركز الاول نقول عسى الله يوفق الشباب، الشباب يتنافس وكل الجميع يتنافس على المراكز، ومشتد عندهم التنافس الشباب على المركز الثاني، وعسى الله يوفقهم ان شاء الله يكتب لهم سلام. عسى الله يكتب لهم التوفيق ان شاء الله، واتمنى لهم التوفيق والله من كل اعماق قلبي، ومغادر ان شاء الله السنه المركز الاول الى سلطنه عمان، وترياكم للحفل هناك. كفو اول الحضور اول الحضور. كنترول قبل تعطوني اتصالات، ترى في عندي مشكله في الربيز لا زال يقطع، حلوا المشكله قبل ننتقل للاتصالات على ما اخذ الشباب. محمد سراج، اول شيء اقول المطمع والنشامه كله. يا سلام صرح واقول في المركز الاول علموا من فاز علموا من فاز قبلي وخبروا من عقبي يتخير في المراكز مريانس الاول. يا سلام يا سلام يا سلام، ولا تامنوا الغار يا اخوياي. يا سلام كفو اخوك الطيب. عبد الله خذناك احنا قبل شوي بس انت ما صرحت على المركز الاول. نعم أه؟ انا اقول الله يوفق جميع اخوياي ويوفقنا على ما يحب ويرضى. السلام عليكم. السلام امبراطور اهلا وسهلا، عشان كذا متاخر يعني. الحبيب ابو ناصر يا مرحبا يا هلا، تعبت ابشر. مرحبا ومسهلا والله لو يقعد ضاري مليون اي العين حبيبي شلونك؟ يا عبد الله خلصت؟ اقول الله يوفقنا ويوفق جميع اخوياي على ما يحب ويرضى، والنجاح الحقيقي اللي هو محبة الناس. يا سلام. واللي نقدمه الله يجعلنا ان شاء الله نقدم اللي يرضي الله يرضي خلقه. ومن ناحية المركز اقول كل يشد حزامه والميدان يا حميدان، والوعد في المنصة اللي التقينا. يا سلام يا سلام. خالد السريخ ابو محمد. يا مرحبا ومسهلا يا ابو عبد الله. يا هلا. تكلم انت عن المركز الاول. ايه. انا اقول المركز رؤوس اخوياي هو المركز. رؤوس المشاهدين اللي حبونا ودعمونا. هو والله المركز. خل مني درع انت ارفعه. ثاني شيء. يا سلام. ابى اقول لكم يا اخوياي. صرع يا ابو محمد. خلوا المراكز لكم، ولكن ترى نجم الجمهور محله حاطه عندي. يا سلام. اعتبر ان في البزنس الاثنين ما في نجم جمهور، نجم الجمهور خالصين منه. دوروا مركز غيره. دوروا مركز سلام. يا سلام. يا سلام. سلام. ولا اقصرون في اخوياي. هي منافسه. اي ما في تهميش. ولكن نجم الجمهور يا اخوياي تراني فصلتنا له مكان على مرتبه الجيب. لا يقول جايبيني في قزاز. جاهز مبصل له مكان على مرتبه الجيب. اوه يضيع عليك عين. كفو كفو. فصلت عليه. ناخذ ظهري ظهري. اول شيء اتمنى انه يركب علي. صبحك الله خير. يا هلا مسنور. انا بختصرها في كم كلمه. اول شيء يلا كالحمد طلعنا برا وشفنا محبه الناس وهذا الفوز الكبير بالنسبه لظهري. اما سالفه المراكز نجم الجمهور انا اقول الكلام ما بيه. انا عندي فعل راح افعل ان شاء الله في النهاية. سلام. ما في سالفة نجم الجمهور ترى ملمع باسم ظاهر كاتبين جاهزين يعني جاهزين خلاص ما ادري عاد هذه الان ما شفت التاج انا بس برجع اشوف اتاكد مكتوب على ظهري ولا ما مكتوب على احد الان بنشوف. تمام يا ظهري. معاذ هلا اخواني جميل ألفك. والله اني سعدت لشوفتهم اني اشتقت لهم يشهد اللهم المتابعين. كيف لما انتهى البرنامج؟ لبه؟ اقول كيف لما انتهى البرنامج؟ هذه 24 ساعة. والله اقسم بالله هذه 24 ساعة لكن ايش نسوي؟ حكم الله. أما بالنسبة للمراكز فأنا أقول لأخوياي الوعد في الستيج إن شاء الله النهائي. يا سلام. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم يا رب. وأنا رجال إن شاء الله المركز الأول لي بإذن الله ما تنام عينه. قولوا على الجنوب بالمركز الأول ولا أقصر فيكم جميع، دوروا غير الأول. يا سلام. موفق. أباخذ ناصر وعبد الله وبعدين عندي عامر عندنا اتصال جاهز الآن خلاص أباخذ ناصر أو ناصر محمد ناصر محمد ناصر أبو ناصر لا ليش ها بكلم أبي ناصر أنا ما تبغي ناصر هو نعم والله أبوه قول لو ليش ليه تتصل مثل أبوك أنا أسلم أول شيء الله يحييك أبو عبد الله الشيء الثاني انا ضد التصاريح للامانه من وجهه نظر لان التصريح يمسك الرجال اما صريح تصريح اي نعم هل يحد صريح تصريح ولا خليك انت علو الناس تتكلم لا ما عليه بس التصريح يصقل نفس الرجل يخليه يعطي وانت ما انت مسوي الا التصريح ان كانك ما انت مسوي ان كانك ما انت مسوي ان كان شوف في منافسات الابل والخيول والمسابقات لا جو كان انا الاول
ولا الاول ترى مشروب فنجان ما قصدنا تهميش للاخرين قد ما هو ابشرك لانك انت ما انت لحالك ابو ناصر انت ما انت لحالك انت معك جمهور يتابعك تمام صحيح. اذا ما شحذت همه الجمهور فهمت علي ما راح تعدي ما راح يعدي الجمهور اصلا طيب بقول لك شيء على طاري البل وملبل فيه واحد صرح وقال الاول مشروب فنجاله تمام واخذ مركز كم اخذ مركز العاشر جميل وش قال لا مش قال وش قال عاد هو يوم النجوم وش قال حطوا تصريحه وقالوا لا لا تعرف وش قال مخرجها قريب بس ما فهمت مخرجها قريب يقول بعد السنه الجايه انا ما اقصد السنه دي شوف انا باخذ مركز ان شاء الله بس ما ادري المركز وش وين ابدا ما ادري يمكن مراجعه يمكن هو عاد والله صار الهجومه زون ابو ناصر ابو ناصر يقول باخذ مركز لكن ما ادري وش ولا ظهر لي في هي كلها مراكز ترى ما جت على النهايه الحين باقي كم برايم عندنا ثلاثه يعني 15 بيجون على الستيج كل 15 مراكز من الاول للاخير لا لا تامن يا عبد الله جينا بنلعب جوله ها قال انا ما عندي داعمين في نص الجوله سكور 730 مليون يا سلام عبد الله مو بشرط ان التصريح يكون في ذكر مركز انا ولا صرحت بدون مركز بس قلت شدوا الهمه والميدان بس كفو ما صرح هذا الذكاء الاعلامي عامر مرحبا ايش تقول بالمراكز اقول اللي هنا والله هم كلهم كفو جايين ينافسون على بس شغل مايك كول ها شغل مايك كول يا شفت الكلام اللي قبل شوي ده كله شغال والله اجل راجع بطاريتي ها لا اشتغل لا اشتغل 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 هو النظام هذا نفس نظام والله انه شغال شغال والله هو قل لا يلا تفضل انا اكثر واحد عادي صريح بس والله انه شغال طيب تفضل نظام كذا اسلم اعلمك علمني كل اللي هنا جايين ينافسون هم والله كفو وفالنا التوفيق المركز الاول هو محبه الجمهور هذه خاصين منها لكن من ناحيه المراكز انا ان شاء الله حاطها في راسي اني سالفه المركز الاول دي خاصين منها ماني بطالع من هنا ان شاء الله الا بمركزين باذن الله كفو كفوك الطيب كفو استاهل اي ليش لا ليش إيه إيه لو تبي اربع مراكز عادي عادي موضوع بسيط يعني موضوع منافسه ولا يا عامر اي والله اعداء النجاح معلش نايف اول شيء الله يمسيكم بالخير جميعا يمسيك قلتوا ان شاء الله انكم تطولون لكن على الصدام من يوم واحد بزنس وانا اقول لكم على الصدام كل ابوكم يا سلام مركز الاول ونجم الجمهور واذا في مجال المركز الثاني والثالث بضيق عليكم الله يعينكم انا معكم في النص لا يمكن نعطيك اول مكرر اول مكرر ايه لا انا باخذ الاول والاول ما لحقت على اول مكرر والاول مكرر ما ادري عاد ناصر عارف الاول مكرر والله ان معرفه النشامى هذولا انا اكبر مركز في ذمتي ذمه وان الجمهور حبهم الحاله حن كسبانين به ولكن المراكز في المنصه انت لاقى ان شاء الله يا سلام ابو ناصر صرحت بالمراكز ما صرحت بالمراكز هو بياخذ مركز ما ادري وش المركز له لا لا ما هذا اول شيء الله يحييك تحيي السير ابو عبد الله كل رجال نادر ما بعنده والتنافس ما هو بعيد اشهد هذا الكلام والتصريح كل لحق يصرح وهذه وش اسمها حريه شخصيه اللي يقولونها حريه شخصيه مضبوط لكن انا عندي لا عندي مقولتين ما قلتها انا قالوا هلا والقيل والبدو اللي قبل يقول لي ورا ظهور الرياقيل شايب انا شايب ولا يعقلها الا شايب لاقي يوم تسعي يدرون اني اقرب لهم من زرار الثوب ما هاب على مركز واحد ما ادري هم يلحقون الخامس كلهم ولا ما يلحقون يا سلام مره الخامس على الخامس بعض يتطقون بالمشاعيب على الخامس خل عاد الرابع والثالث والاول مكرر ونجم الجمهور بعد وانا بقول لك انا جيت هنا لان في مجد سابق كم انا ما جيت انا فيه البزنس اللي راح مضرف من في تربه سكربت مضرف من في تربه سلام انا جاي هنا اذبه واعود له تربه يا سلام والقدر ما يركب الا على ثلاث هذا يا سلام كفو كفو وانتم لاحق استاهلوا ابو ناصر شايب اليوم صرح بالمركز بغى المركز بس صرح اني شايب والله ما ودي ازعل اعترف بالشيب انا ما شيب ابو انا انا رجال ما احب ارد لي بخطر اخوي اذا قالوا شايب قلت تم شايب وقالوا شباب قلت تم شباب عطني اتصال بجيك يا ماجد مرحبا يا فهد